محمد يشوف من الخمسة راح 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 فت 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 هذا مجرد هذه هي الخمسة تبتك دايتي وراه الخمسة أكتوبر صباح المنظر هنا لا تروح ما يشبه قبل هذي حامي هاك احنا يشوف قبل ما خبلة تسوي سيما بعد مني سيروا بعد مني إذن عدنا لكم مشاهدينا الكرام مشاهدين ديال قناة شوف تي في معنا شوف مي فاطمة من مدينة مي فاطمة من مدينة الصويرة اللي غادي أنا من الصويرة أنت من زعير مي فاطمة من إقليم من إقليم زعير نواحي سيدي بطاش بن سليمان بن سليمان اللي غادي تعاود لنا على كل عشبة بلاش كتصلح والثمن ديالها السلام عليكم مي فاطمة مرحبا بك على قناة شوف تي في هذا الحلحال هذا شنو هو هذا؟ الحلحال هذا الحلحال مزيان لاش كيصلح؟ مزيان كل حاجة حالاش هو مزيان الفران مزيان السلام عليكم وكيفاش بلاتي باش نوريه للمشاهدين هذا هو الحلحال راه باين بشحال كيتباع القرطة هذا الحلحال؟ واوليدي باش عطنا عطا الله بنادم حالة الكوكع ما يتكاوى عليه يقول لي درهم 30 درهم جوج ثلاثة باش يعرفوه الناس دابا في عوض ما تمشي للفرماسيان وتشري الدواء وتشري داك الشيء هذا الحلحال يقدر يقضي الغرض بإذن الله واخا هذا شنو هو؟ هذاك الرمان الرمان ولكن الرمان حنا كنعرفوه هذا الوراق ديال الرمان عطيني الدراجة الرم ديالو ديال الرمان واخا هذا شنو هو؟ تسكرة ها؟ تسكرة تسكرة يعني كتغسل الفوا ديال كتغسل الفوا ديال المرأة الوالدة ياك وشحال كتبيعوا هذا؟ 100 درهم للربطة وفين كاين بيت؟ كنخلط اش من منطقة؟ زعير زعير واخا ورينا هذا من الريوت هذا هذاك من الريوت علاش كيصلح؟ بخار تذكر مني شنو عندك خور هذا شنو هو؟ هذاك الهند البرية البرودة الهند بقى البرية أيوه. البرودة كيفاش البرودة ديال الكابي ولا ديال الضلوع ولا ديال النوفل كيفاش كتشكل هذا؟ طيب وتشرب طيب وتشرب الماء ديالها شنو عندك خور مي فاطمة؟ شي حاجة اللي مهمة وخاص الناس يعرفوه الريحان الريحان وروح ونجينا في المعلم هذا الريحان فين كاين دابا؟ في الغابة كلشي هاد المواد اللي عندك كلها في زعير في الغابة في الغابة ديال زعير انت دابا جاية شاد الطريق من زعير وجاية هنا في هاد الوقيت تباتي هنا باش تقلبي على راسك كمي فاطمة والله يسهل عليك قولي امين امين الله يحفظك هذا الدار والمعدة هذا شنو هو؟ الدار تجي نوريه للناس هذا الضهو الضرو الضرو هذا الضرو 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 اللي انا جيت هذا بشحال القبطه هذا الضرو تا هو بحال بحال 40 يعني هادشي عندك رخيص مع الوقت لازم مع الوقت مزيان هذا الزيتون الطنسي والسكر ها هو هذا القرصان ديال الزيتون وشحال هذاك القبطه؟ بحال درهم درهم 30 40 ريال شنو اخر عندك امي فاطمه؟ اللي عندي وشتي بعينك صافي واخا نطلبوا من الكاميرامان بانهم يورينا هذا الشيء كيف؟ هذيك الدفله مسمومه
هذه الطفله المسمومه كتقتل؟ اييه. كيفاش كتقتل؟ يعني ما خرجش بنادم ياكلها؟ لا شربها. لا شربها. هذه هي الحاجه المسمومه. وعلاش وعلاش علاش كتبيعيها زعما؟ شنو كيدايقوا بها؟ يخليهم يبخوا خايبه على الماء. اه يبخوا بها ما خصهاش تشرب. هذا الشيء عاقل عليه السواد الطب جاو الفلان اللي قاعد كل لا داد ولا بدر ولا كل شيء هذاك كيف يسقط. انت شحال وانت كتبيعي وتشري في هذا الشيء امي فاطمه؟ فوق 40 40 عام. شحال عندك دابا تبارك الله؟ ورنا عندي 4000 وسته. الله يحفظك الله يحفظك الله يطول لك في العمر. اجي نجيو عند جارتها. هذا شنو هو هذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هاك ديالك صحابني ديال جارتك. لا لا ما نقولش. اه. ماكلة ودواك. سرح معاه قلل العابد. مزيان. واخا نجيو عند جارتك. هادي الكحيلة. اها نكملوا معاك شنو هي؟ الكحيلة علاش كتصلح هاد الكحيلة؟ الكحبة. وكيفاش كدار لها؟ تتبخ في الماء ولا في الحليب. اها. ها هي باينة هادي. وتشربها. مع الصباح ولا في العشية تتبغي تنعس؟ أي وقت. أي وقت. صافي. مزيان. ونجيو عند هاد السيدة. السلام عليكم. سلامة. كي دايرة لالة؟ شنو سماك الله؟ زهرة. أمي زهرة كي دايرة؟ لاباس. بخير. بارك عواشرك. شنو عندك؟ شنو هو هذا؟ ورينا هاد العشوب اللي عندك شنو هو؟ هادي من ريوت. من ريوت. علاش كتصلح أمي زهرة؟ مزيانة هادي الصفار مزيانة البرودة مزيانة. وهادي شنو هي؟ هذا بالعمان. بالعمان، علاش كيصلح؟ علاش كيصلح بالعمان؟ بالعمان مزيان العصار كيشربوا العصار على النصران. اها. وهذا شنو هو هذا؟ هذا اليازير. اليازير؟ اييه. علاش كيصلح؟ حتى هو كيديروا فيه تا يشربوا على النصران. وهذاك اللي من هي شنو هو؟ هذا التبش. تبش؟ اييه. اه. علاش كيصلح؟ هذا مزيان البوصفير مزيان فقر الدم مزيان كنشربوا على العصا تاعو. مع اش كتشربيه؟ مع الماء ولا مع الحليب؟ الماء. ما سخون ما بارد؟ الماء طيب. كطيبو وتشرب على الماء ديالك. كان خضر راه كديري الحشل هذاك وتشرب. وهذاك شنو هو؟ فين هذيك الحريقه هذيك. الحريقه. علاش كتصلح؟ مزيانه هذه الكلاوي. الكلاوي. كيفاش كدار لها باش كتوصل لها؟ الماء طيب. اها وتشرب داك الماء ديالها. واخا قولي لنا الاثمان من هنا الاثمينه ديال هذا الشيء. هذا شنو هو؟ هذيك من ريوت. من ريوت، شحال الثمن القرطة؟ هذيك 3 دراهم القرطة. أخا له، وهذا؟ وين نحسب؟ من تو 100 دريال القرطة. 100 دريال القرطة. هذا 10 دراهم. يزير 2 دراهم القرطة. 2 دراهم القرطة، وهذاك شنو هو؟ حريقة. شحال الحريقة القرطة؟ هذيك تاهي 100 دريال القرطة. 100 دريال القرطة، وهذا؟ هذه ترهلة. شنو هي؟ ترهلة. ترهلة. علاش كتصلح؟ مزيانة السكر. مزيانة السكر. كيفاش كدير لها باش كتصلح؟ الحرق ديال العافية اللي كان تحرم القيساء العافية ولا هذا كيذوبها وكيديرها اللحم. كيفاش كتذوبها؟ كتذوبها. تدقها. أييه. وديرها بلاصة الحريق. أييه. شحال الربطة؟ 100 دريال. مزيان. وهذه شنو هي قلتي لنا؟ هذا التبش. تبش بشحال الربطة؟ حتى هو 3 دراهم القرط. 3 دراهم. هاد الأعشاب، هاد الأعشاب أمي زهرة فين كتجنيوها؟ فين كتنبت؟ كتنوض. فين؟ أش من منطقة في المغرب؟ كاينة عندنا حنا في ولاد زيان. ولاد زيان. واش في الغابة ولا كتزرعوها أنتم وكتحصدوها من بعد؟ كنتفوها من الزرع ومن الخلا. هاك. وكيفاش كتفرقي بيناتهم أمي زهرة بأن هادي هاد السمية وهادي هاد السمية وهادي هاد السمية؟ شحال وأنت في هاد الميدان؟ 14 عام. 14 وقيله حتى الوالدين ديالك لا كانوا في هذا الميدان؟ لا. وهذه شنو هي اللي كتجبدي دابا؟ هو التبش. تبش. تبش. تبارك الله عليك ام زهر. الله يحفظك. شكرا 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 شكرا. اذا كيف شفتوا معنا مشاهدينا الكرام عده انواع وعده اعشاب الاثمنه بخسه وكتداوي امراض مستعصيه ربما كيعجز حتى الطبيب على العلاج ديالها ولكن باذن الله بأثمنة بخسة أثمنة رخيصة كتداوى عدة أمراض هنا بهذه الأعشاب في منطقة درب السلطان. كنقولوش بأن طبيب ما كيداويش ولكن كنقولو بأن بإذن الله هذه الأعشاب كتجيب الشفاء إلا درتي النية كيف قال الرجال. شكرا مشاهدينا الكرام دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.